مبادرة جديدة أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي تحت مسمى التمويل المسؤول، والذي يعمل على تحديد قيمة التمويل والأقساط بناء على نوعه وقدرة العميل على التحمل والسدد، من خلال الاطلاع على ملف الائتماني لدى شركة سما من حيث قيمة التمويل المناسب وقدرة العميل على سداد الأقساط وفقا لدخله ومصروفاته الشهرية. ويهدف هذا الأسلوب في التمويل إلى المحافظة على سلامة وحقوق العميل والجهة المقرضة، وتحديد المسؤوليات والالتزامات لكلا الطرفين، وتلبية جميع احتياجات الممول والعميل، وخاصة الاقتراض العقاري والقروض الاستهلاكية. وتتضمن المبادئ الجديدة أدوات مالية لقياس مدى قدرة العميل على الاقتراض والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقاتها، مما يتطلب من جهة التمويل التعمق في دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل ولاحتياجاته ولظروفه، منها مصاريف الأغذية ومصاريف التعليم والرعاية الصحية والنقل والاتصالات وغيرها. ولكن السؤال، هل سينعش هذا النظام سوق اقراض ضخم موازي للجهات التمويلية الرسمية؟